الدرس الثالث: العلاقات الثقافية. مفهوم العلاقات الثقافية: نشاط واحد، نلاحظ ونتناقش ونستنتج. التنفيذ: نلاحظ الصور ونعبر عن محتواها. الاختلاف الثقافي بين الشعوب: نذكر العلاقة التي تعبر عن كل صورة. الصورة الأولى: معارض الكتب. الصورة الثانية: الزيارات السياحية. الصورة الثالثة: المهرجانات الثقافية. ماذا أسمي زيارتنا لمعرض الكتاب؟ أنا تعلمت تختلف شعوب العالم في عاداتها وتقاليدها ولغاتها وثقافاتها، وعلى الرغم من هذا الاختلاف الثقافي إلا أن شعوب العالم تتبادل المعارف الثقافية مع بعضها البعض من خلال المهرجانات الثقافية ومعارض الكتاب ومعارض الكتب والزيارات السياحية. أهمية اختراع الكتابة. نشاط 2: الفعالية الأولى، نلاحظ ونتناقش ونصنف. الصورة الأولى: نلاحظ كتابة مسمارية. الصورة الثانية: كتابة تصويرية. الصورة الثالثة: تطور الأحرف الأبجدية. التنفيذ: ننقسم في مجموعات ونتناقش في مضمون الصور. أهمية الكتابة: ماذا نسمي كل كتابة في كل صورة؟ الصورة الأولى: كتابة تصويرية. 2: كتابة هجائية قديمة. 3: كتابة مسمارية. ما الفرق بين الكتابة القديمة والحديثة؟ الكتابة القديمة كانت عبارة عن رسومات، الكتابة الحديثة تكتب على ورق. الفعالية الثانية: نلاحظ ونناقش ونستنتج. أهمية الكتابة: خريطة مفاهيمية تحتوي على أهمية الكتابة. أهمية الكتابة: العلم والتعلم، توثيق التاريخ، التعبير، حفظ المعلومات، حفظ حقوق الناس، التواصل بين الناس. التنفيذ: نتناقش في الخريطة المفاهيمية ونبين أهمية الكتابة ونكتبها على السبورة. كيف أسهمت الكتابة في التواصل بين الشعوب؟ تعد الكتابة وسيلة مهمة للحفاظ على تراث الآباء والأجداد. أنا تعلمت تعد الكتابة من أقدم طرق التواصل بين البشر على مر التاريخ، حيث ظهرت الكتابة التصويرية في مصر زمن الحضارة الفرعونية، وظهرت الكتابة المسمارية في العراق، واخترع الكنعانيون الكتابة الهجائية منذ حوالي 4000 سنة التي انتقلت بدورها إلى العالم، واستوحى الكنعانيون الرموز الأبجدية من بيئتهم. فمثلا استخدموا رأس الثور ليمثل حرف الألف أي حيوان الأليف، والحرف الثاني باء يمثل صورة تشبه البيت تدل على الاستقرار. وقد استخدم الإنسان في الكتابة النقش على الحجر وألواح الطين وجلود الحيوانات، ثم ورق البردي الذي ينمو على ضفاف نهر النيل. وتنبع أهمية الكتابة للإنسان من خلال نقل المعرفة والعلوم المختلفة بين الناس والشعوب، كما تعد الكتابة وسيلة للاتصال والتواصل والتعبير بين البشر، وتدوين تاريخ وثقافة الأمم والشعوب، وحفظ حقوق الناس من الضياع، ووسيلة للتعليم والتعلم. التعاون الثقافي بين الدول. نشاط 3: نلاحظ ونستنتج. التنفيذ: نوع العلاقة التي تمثلها كل صورة بين الدول. دور المهرجانات والألعاب الأولمبية في التواصل الثقافي بين الشعوب. أنا تعلمت نشأت العلاقات الثقافية بين الحضارات والدول منذ أقدم العصور، ولا تزال حيث يومنا هذا، ولا تزال حتى يومنا هذا، وقد تعددت مجالاتها، ومن أبرزها في الوقت الحالي المهرجانات الدولية، تقام في عدد من الدول لعرض بعض مظاهر الثقافة مثل الملابس والدبكات والأكلات الشعبية، إضافة إلى الصناعات التراثية وغيرها. معارض الكتاب يقام بعضها سوياً، يقام بعضها سنوياً، ويعرض فيها أهم الكتب التي تطبع في الدول. الألعاب الأولمبية تقام كل 4 سنوات، ويشارك فيها أشهر الرياضيين من مختلف دول العالم، ويتنافسون على ميداليات متنوعة، وتنتهز الدول هذه الألعاب الأولمبية لتقديم جزء من حضارتها وثقافتها.
وتم تأسيس عدد من المنظمات الدولية التي تعمل على الحفاظ على الثقافة، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، ومنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. التطور التكنولوجي وزيادة التعاون الثقافي. نشاط 4، نلاحظ ونناقش ونستنتج. التنفيذ، ننقسم في مجموعات ونلاحظ الصور، نتناقش في الأمور الآتية، أهم وسائل التواصل بين الناس في الوقت الحاضر، أهمية استخدام هذه الوسائل، الوسيلة التي أفضلها للاتصال مع أصدقائي. أنا تعلمت في وقتنا الحاضر أصبحت وسائل الاتصال كثيرة ومتنوعة، ومنها وسائل الاتصال المقروءة مثل الصحف والمجلات، وسائل اتصال مسموعة ومرئية من خلال القنوات الفضائية والتلفزيونية والإذاعية، الأجهزة الذكية مثل الحاسوب والهاتف النقال، شبكة الإنترنت، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أسهمت في نقل كل ما يتعلق بثقافة الشعوب للعالم بطريقة سهلة وسريعة، وفتحت المجال للاطلاع على ثقافات الشعوب المختلفة بكل سهولة ويسر، فأصبحت تقام المؤتمرات والندوات الثقافية عبر الإنترنت، وأصبح الحصول على العديد من الكتب والمجلات والعلومات الثقافية بسرعة وسهولة من خلال شبكة الإنترنت. بعد أن تعلمت، السؤال الأول، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1، أي الحضارات القديمة استخدمت الكتابة التصويرية؟ الفرعونية. 2، متى تقام الألعاب الأولمبية؟ كل 4 سنوات. 3، ما المنظمة التي تعنى بالحفاظ على التراث العالمي؟ اليونسكو. السؤال الثاني، أكمل الفراغات في الجمل الآتية. ألف، أهم الأجهزة الذكية التي يستخدمها الإنسان في الاتصال والتواصل، الحاسوب والهاتف النقال. ب، ظهرت الكتابة المسمارية في العراق. جيم، أول من اخترع الكتابة الهجائية هم الكنعانيون. دال، استخدم القدماء المصريون في كتابتهم ورق البردي. السؤال الثالث، أبين أهمية الكتابة للإنسان، نقل المعرفة والعلوم بين الناس، وسيلة للاتصال والتواصل، تدوين التاريخ والثقافة للأمم والشعوب، حفظ حقوق الناس من الضياع، وسيلة للتعلم والتعليم. السؤال الرابع، أذكر وسائل الاتصال الحديثة مع الأمثلة. 1، وسائل الاتصال المقروءة مثل الصحف. 2، وسائل اتصال مسموعة ومرئية مثل الإذاعة والتلفزيون. 3، الأجهزة الذكية مثل الحاسوب والهاتف النقال. 4، شبكة الإنترنت. السؤال الخامس، أعد الطرق إقامة العلاقات الثقافية بين الدول، المهرجانات، معارض الكتب، الألعاب الأولمبية.